ويقول: وهل يجوز الصلاة بلباس فيه تشبه بالكفار أو تصاوير؟ نفع الله بعلمكم، أفتونا مأجورين. تشبه بالكفار لا يجوز، ومحرم في الصلاة وفي غيرها، يأثم على ذلك. صلاة صحيحة إذا كان ساترا لعورته، صلاة صحيحة، ولكن يأثم على التشبه بالكفار. ولا يجوز لبس الثوب اللي فيه صورة، لأن هذا حمل للصورة واستعمال للصورة، هذا حرام، وفيه تشبه بالنصارى الذين يحملون الصليب الذي يزعمون أنه على صورة المسيح، فلا يجوز حمل الصور في اللباس. وإذا كان في الصلاة فالأمر أشد، أن هذا إثمه أكبر. نعم.